فأكيد اليوم حنشوفوا عرض جدا راقي ومميز ومش الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم سعداء بوقوفنا في ميدان بناء الإنسان البناء الحقيقي بالأيادي والحناجر. الخبرة الدولية على استواها يعني هذا المهرجان الرائع صراحة، يعني باين من التجهيزات ومن الاستعداد وجابوا لنا هالجو الحلو صراحة اللي لنا زمان احنا عليه ولنا زمان ما شفناش. كمان كلمات الشاعرة أمل القبايلي